السلام عليكم. احنا النهارده في وادي نطرون، بنصور ست فهدين تقنين. ده تحت الصور ده طماطم، زراعة كلها طماطم، جزء والجزء الثاني زراعة غلة. دي مشاية في نص الأرض، أرض تقنين مطلوب في الفتان 220,000. في موجود أراضي يا جماعة عشان برضو تبقوا عارفين، تقنين أغلى من الملك حسب المكان والمنطقة اللي فيها الأرض، حسب التربة وحسب المية وحسب الإنشاءات اللي موجودة. دي الغلة، في الأرض دي الطاقة خاصة بالأرض، البير 7.5 حصان، موقع محترم، كله هنا قاعد بأسره، كل واحد في القطعة بتاعته بالأسر بتاعته. وده الطماطم هنا واضح، مطلوب الفدان للتقنين 65,000، الفدان الواحد مطلوب فيه 65,000. ومئتين وعشرين للمالك، بيت محترم مصبوب، في استراحات، استراحتين العامل وصاحب الارض، استراحات صغيرة مش كبيرة، مخزن، طاقة شمسية اللي فوق البيت دي خاصة بالارض، الأسعار دي مش هتلقاها مع أي حد خالص. وأي حد عاوز يسأل على أي حاجة يكلمنا على طول. يبعد على الأسفلت الفرعي 5 كيلو، تربة رملية، بلوحة المية 800، وده فرن بلدي، ويا رب الفيديو يكون عجبكم، دعمونا باللايكات، واللي مش مشترك في القناة يشترك،
شكرا.